الظل. اهدأ، نريد أن ننام. أما أنا فلا أريد أن أنام. اهدأ يا عزيزي. ملل 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 ملل. دعنا ننام. هدوء. لم أعد أستطيع الاحتمال. ما بك؟ أشعر بالملل. سئمت الحياة على سطح المكتب. سئمت هذا اللون الأزرق الذي أراه أينما ذهبت. لا جديد أبدا أبدا. سهلة، لدي حل سيشعرك بالتغيير. لنضع خلفية جديدة على سطح المكتب. موافق، رائع. حسنا، نضغط زر الفأرة الأيمن ونختار بروبرتيز خصائص، فتظهر لنا هذه النافذة. ومن التبويب باكراوند خلفية. انظر، هذه قائمة بمجموعة صور مختلفة. والآن نحدد الصورة ثم نضغط على زر أبلاي تطبيق. والآن ما رأيك في هذه الصورة؟ ثلج؟ لا أرجوك، سأتجمد من البرد. طيب، ما رأيك في صورة ورود ربيعية؟ مستحيل، أنا مصاب بتحسس ربيعي، سأنهار من كثرة العطاس. حسن، صورة بحر. بحر؟ لا، سيصيبني دوار البحر. صورة شمس صيفية. حر، حر شديد، أبدلها أرجوك، سأختنق من الحر. لم يبقى لدينا سوى اللون الأزرق. نعم، جميل، هذا أفضل الموجود. والآن قل لي، هل تشعر بالملل؟ لا، ولم الملل؟ أنا في غاية السعادة. يوبي. أعزائي أصدقاء سبيستون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.